الشباب معقولة مش لازم جاي بيتكلم وانت واقفه بتكلمي زميلتك حتى مش عايزه تقعدي معقولة الواحد كان على مصر فتره كده بس جه لقى الامور منهاره احنا على جنب احنا كان تعاملنا مع استاذنا اللي هو اكبر من بابا يعني سنا اكيد احنا اكبر من بابا اكيد فمعقوله احنا وصلنا كده وعند يقول الشباب يلا قوم شباب ايه يا ولد كنا اتكلمنا عن المصل ضد فاركس وقلنا ان المصل ضد فاركس في عندنا كونستريكتورز وفي عندنا الوفيتشوكلاتس الكونستريكتورز هي مجموعه من الاعضاء مش كونستريكت الفاركس وبالتالي لازم يكونوا بابايين يعني لازم يكونوا كده الفاركس يكون كده والاعضاء تكون كده كونستريكت الفاركس بس الاعضاء دي كلها على بعضيها كونستريكت الفاركس يعني كونستريكت الفاركس يعني تاكل الاستاكسس مع بعضيهم ازاي يعني الاكل اسلام هو نازل ازاي ينزل الاكل؟ ازاي ينزل الاكل في الفاركس؟ بالرغم ان الفاركس تقريبا هو مدفونه الجزء الفوقاني منه هو الواسع والجزء التحتاني ضيق طب ازاي الاكل بينزل في الحاجه الضيقه دي في انبوبه ضيقه كده ازاي بينزل ب means of peristalsis peristalsis الكونستريكتورز بيشكوا فيه ازاي بانه لو البورس مفروض هنا كده في عضله جايه كده العضله دي لازم تعمل ايه لازم تبخي تبخي تريلاكس ليه عشان البورس تنزل وبعدين العضله دي تكونتراكت واللي تحتيها تريلاكس فالاكل ينزل كده بتسوق بقى وبعدين العضله اللي في الوسط دي ريلاكس خلاص او كل ريلاكس فالانزل الاكل هينزل كده تيجي بعد وتيجي بعد كده العضله دي كونتراكت واللي تحتيها ريلاكس يعني هي بيقولوا كده مع بعض واحده كونتراكت وواحده ريلاكس فالاكل ينزل كده اللي كانت ريلاكس دي تبقى كونتراكت واللي تحتيها ريلاكس فالانزل الاكل ينزل كده دي فايده الكونستريكتورز اوف ذا عموما مين هم كائنات مين هم الكونستريكتورز في عندنا حاجه اسمها سوبيريور كونستريكتور وميدل وانفيريور كونستريكتور للفاكس. السوبيريور كونستريكتور هو الفاكس مش ايدي ان انا الكمبيوتر وحش، على العموم احنا قلنا اللي كان عايز ياخد البرزنتيشن ياخده هتلاقوا الصور دي ظريفه. يعني مش ايدي الحكايه بس عندكم اهوت والصور دي موجوده في الكتاب عندنا ده الماوس هنا واللايكس هنا مش خلنا خالص كانت السيرويد مش كانت مرسومه هنا دي السيرويد المهم في عندنا وهنا فارس الفارس هو انبوبه هنا ومتحوطه قلنا بالعضلات اللي هي كونستريكتور السوبيرو كونستريكتور هو فارس بتاخد برج من ايه؟ ده دي كده ده دي ميديا كاليبول بليت او يعني فاخرها من تحت كده في حاجه اسمها كاليبول تابلت الصوره دي صوره جانبيه كده صوره جانبيه كده فين التريجول بليت؟ اهي في التريجول بليت في لاترال وفي ميديا هي طبعا قلنا دي لاترال بس الميديا اللي هنا ميديا التريجول بليت بتلعب اسمين واحد وفي اخرها في حاجه اسمها التريجول انجلس زي ما قلنا فال السوبيرو كونستريكتور بتاخد من التريجول انجلس دي التريجول بليت والتريجول انجلس هي بتاخد من بعد كده في ليجامنت عندنا ليجامنت عندنا الليجامنت ده بيجي من التريجول انجلس وبيمسك في البوستيريور بارت اوف ناين وهايلايت لاين بتاع المندبل المندبل كان عليه من جوه هنا حاجه اسمها مايلوفايويد لاين والسكال كده هو كده كده ها السكال طبعا زي ما انتم عارفين المندبل بيتمسك في السكال باربعه ليجمنتس واحد منهم اسمه تريجومانديبولار ليجمنت التريجومانديبولار ليجمنت بيجي من التريجويد اميلس وبيمسك في البوستيريور بارت اوف مايلوفايويد لاين السوبيريور كونستركتور اوف ذا فاركس بتاخد من التريجويد اميلس وبتاخد من التريجومانديبولار ليجمنت وبتاخد من السيرفات ماي اي يعني اقدر اقول ان السوبيل كونستريكتور ايه الاورجن بتاعها بتاخد من التريجومانديبولار ليجمنت والحاجه اللي هو ماسك فيها فوق والحاجه اللي هو ماسك فيها تحت هو التريجومانديبولار ليجمنت بيمسك فوق في التريجول هيرنس وبيمسك تحت في السيرفات ماي اي هي بتمسك فيه هو وبتمسك في الهيرنس وبتمسك في السيرفات ماي اي ده الاورجن بتاع السوبيل كونستريكتور نيجي بعد كده دي مين الكونستريكتور اوف ذا هيرنس الميدا كونسبت بتاخد منين؟ احنا عندنا ده الاكسيتوميتوميتاس فالماسكويد بروسس كان هنا والستايلويد بروسس كان هنا اهو زي كده ادي ده الاكسيتد ميتوميتاس ده الماسكويد الماسكويد والستايلويد هنا فالستايلويد مكانه هنا كده الستايلويد بروسس مكانه هنا
في عندنا ليجامنت الليجامنت دوت مش باين هنا لانه معروف بالاصفر كده مش باين الليجامنت دوت هنا اوله باين ومسك وبعدين بيتمسك كده الليجامنت ده خلاص وبين العضله دي العضله دي مش دعوه لكن في ليجامنت بيتمسك هنا ده الليجامنت دوت بيمسك فين؟ بيمسك في السيلولر بروسيس وبيمسك في الجسم خالص في الهايلويد بول دي الهايلويد بول في عندنا عضله اللي هي العضله دي الاورجن بتاعها بيكون منين؟ بيكون من اللور بارت اوف السيلو هايلويد ليجامنت ومن الليسر ومن الجريتر بارت اوف هايلويد وبعدين بتلف على الفارنكس كده دي السوبيريور ودي الميدل نيجي للانفيريور كونستريكتور اوف ذا فارنكس الانفيريور كونستريكتور اوف ذا فارنكس بتاخد اورجن من اللاريكس من اللاريكس اللاريكس هي مجموعه من الغضاريف تسع غضاريف الغضروفه الكبيره بتاعت اللاريكس اسمها ثايرويد بارج الثايرويد اهي في فينت هنا مش باينه قوي لظروف الكمبيوتر يعني بس هي هنا الثايرويد وتحتيها هنا في حاجه اسمها الكريبويد بارج دول غضروفتين من غضاريف الحنجره الفيل كونستريكتور بتاخد اورجن من ايه؟ بتاخد اورجن من الثايرويد كارتج وبتاخد اورجن من الكريبتويد كارتج حاجه اسمها ثايرو فارنجيس ماسل وكريبو فارنجيس ماسل الفيل كونستريكتور بتتكون من جزئين ثايرو فارنجيس بتاخد اورجن من الاوبيك لاين فاكرين طبعا في حاجه اسمها اوبيك لاين المطلوب نفس الثايرويد كارتج فيها عليها خاص كده اسمه اوبيك لاين الثايرويد كارتج وبتاخد اورجن وتلف على الفارنجيس فدي اسمها ثايروفارينجيس بارت اوف ذا انفيريور وفي حاجه جزء منها تحت اللي هو الجزء ده ده بياخد من السايد اوف كيبوين ده تقريبا بيمشي هوريزونتال وده بيمشي اوبتيك الفايبرز ماشيه اوبتيك كده لكن هنا الفايبرز ماشيه هوريزونتال هو ده الاورجن هو ده الاورجن بتاع الكونستريكتورز اوف ذا فيكس الانسبشن بتاعهم كلهم بييجوا يمسكوا او يعملوا حاجه اسمها الميديان ريس اوف ذا فيكس مين يعرفوا ذا فارنكس دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن فايبرس فارنكس موجوده على الفارنكس من ورا من ورا ماسكه فوق في الفارنجيال تيوبيكل فاكرين الفارنجيال تيوبيكل لما خدتوا السكال الفارنجيال تيوبيكل كان عباره عن تيوبيكل صغير موجود على الباسيلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون 1 سنتيمتر ان فرونت اوف فورم ماجنم كماجنم تيجي على الباسيلر بارت اوف اوكسيبيتال بون سنتي قدام ماجنم هنا كده تلاقي فيه تيوبيكل التيوبيكل دوت اسمه فارنجيال تيوبيكل بيمسك فيه فارنجيال راف ميديان راف راف فايبرس باند كده موجوده هنا كده خلاص الكونستريكتورز بيمسكوا في الراف ده بيمسكوا في الراف او بمعنى اصح لو اتكلمنا اصح يعني هم اللي بيعملوا الراف يعني انتوا عارفين كلمه راف في الاناتومي يعني ايه؟ ها؟ لما خدتوا ميه هيرويد راف يعني لما سمعتوا كلمه راف دي راف يعني ايه؟ راف هو حاجه بتتكون نتيجه تداخل فايبرس في بعضينا ازاي؟ كده كده لما حاجه تعمل كده يبقى ده اسمه راف ده اسمه راف في الاناتوميكال نومنكلتشر في تسميات الاناتومي كلمه راف يعني فايبرز باند فورمد نتيجه انترليسينج فايبرز او انترليجيتنج فايبرز بالمنظر ده كده ده يبقى اسمه راف ففي عندنا حاجه اسمها ميديان فايبرز راف هنا هنا هم الكونستريكتورز في الواقع اللي عملوه او يعني ماسكين فيه وخلاص يبقى اذا الكونستريكتورز الانسرشن بتاعها بيكون في ميديان فايبرس راف اوف ذا فاركس وده حاجه موجوده على الفاركس من ورا وماسكه فوق في الفرنجيال تيوبيكل اللي هو موجود قدام مجرى ده الاوريجن الانسرشن بتاع الكونستريكتورز الاكشن بتاع الكونستريكتورز قلناه خلاص قلنا ان هم بيعملوا كونستريكشن اولترنيتيف ما يعملوش كونستريكشن مع بعض لا ده واحده كونستريكت وواحده ريلاكس عشان الاكل ينزل عشان لما تديك كونستريكت تزق البوله سقوط تزقها تحت كده فدي لازم ريلاكس وان اولترنيتيف يعني تبادلي فبيضلوا هم يزقوا الاكل تحت هم دول العضلات الكونستريكتس بعد كده نيجي لمجموعه العضلات الثانيه مجموعه العضلات الثانيه بقى اللي هي اسمها لونجيتيودنال ماسلز اوف ذا فارنكس اللونجيتيودنال ماسلز دول عضلات جايه من بره وماسكه في الوول اوف ذا فارنكس وبالطول الكونستريكتورز كانوا بالعرض وفايدتهم كلهم برضه يساعدوا الكونستريكتورز في ان هم يزقوا البولس وفود لتحت بس بطريقه ثانيه ها الكونستريكتورز كانوا بيزقوا البولس ازاي؟ بان واحده كونتراكتور تحتيها تريلاكس دي كونتراكتور تحتيها تريلاكس اما اللونجيتيودنال ماسلز فبيشدوا على الوول والتفارس يشدوا لما ده لما الوول لما في يكون في كوره هنا وانا اجي اشد ده كده يبقى ريلاتيفلي الكوره دي بتنزل لتحت خلاص ده الميكانيزم بتاع نزول الاكل
نزول الاكل ونزول الفيسز الستونز. نفس النظام ربنا خلقه تحت برضه، ان في حاجات بالعرض وفي حاجات بالطول، والحاجات اللي بالطول تشد الوول نفسه كده، فالريلاتيف دي تنزل لتحت ونفس كده. ففي عندنا ثلاث عضلات، الثلاث عضلات دول هم الثلاثه اسمهم حاجه فارنجيس، جايين من حته معينه، ستايلو فارنجيس، سالبينجو فارنجيس، بلاتو فارنجيس، يبقى دول العضلات. ففي عضلات جايه من ايه؟ بالطول. العضلات ديت يس يعني هي في الصوره حلوه قوي قوي، بس اهو دي الصوره اللي عندكم في الكتاب، اهي يعني ايه دايجرام خلاص. فعندنا في عضلات، الصوره الجايه ازاي اللي عندكم في الكتاب جايه اللي هو بالمنظر ده كده، ادي كده، ادي كده، ده الفارنكس اهو كده، وده ده الفارنكس اهو خلاص. طبعا الاورال ستايبل كارتج اهو. ففي ثلاث عضلات زي ما انتم شايفين، في عضله بتيجي من البلت اهي من الصفه بلاتو فارنجيز، وفي عضله جايه من الاوبستيكين تيوب اللي قلنا عليها قبل كده. عشان قلنا ان في حاجه جايه من الميد اير ومخترقه الورو فارنجيز كده، وداخله ماسكه في الايه او فاتحه في الميزوفارنجيز من جوه يعني. فدي اسمها ايه؟ اسمها السربينجو فارنجيز مصر. العضلة الثلاثة دي اسمها سربينجو، يعني ايه؟ يعني انبوبة، كلمة سربينجو يعني انبوبة. فحتى مثلا الاناهيب في الرحم تحت، اناهيب الرحم تحت، فدي برضه هتلاقوها سربينجو كذا، يعني كلمة سربينجو دي هتسمعوا عليها يعني بمعنى تشوف. فيبقى اذا عندنا دي عضلة. بعد كده في عندنا الاستايلوري كروس، الاستايلوري كروس ده موجود هنا، موجود على السايد اوف ذا فانز. في عضله بتيجي منه اسمها ستايلو فارنجياس باسل، دي من الاوجه بالتفصيل. العضله ديت الستايلو فارنجياس بتيجي زي ما انتم شايفين كده من الانر سيرفيس اوف ذا بيز اوف ستايلويدوس، ما تجيش من الايبكس ولا من هنا. من الايبكس هي عضله اسمها ستايلوجنوسيس، ومن هنا ستايلوغيون، لكن الستايلو فارنجياس بتيجي من هنا من الانر سيرفيس اوف ذا بيز اوف ذا ستايلويدوس. دي بتيجي من نهايه الاوستيكيان تيوب، الاوستيكيان تيوب بتبقى جايه هنا كده، هي والبلد اللي جايه من الثلاثه الابيديروزز دي اسمها الثلاثه. واضح ان الثلاثه هنا هو الثلاثه بيعملوا ايه؟ الثلاثه دول، الثلاثه دول بيخشوا جوه الفارس، جواه يعني ايه؟ يعني هيعدي جوه هنا كده جوه يعني في الكافيتي؟ لا طبعا، تحت الميوكس ميمبرين، يبقوا ماشيين تحت الميوكس ميمبرين. وعرفنا انه في عندنا ثلاثه جلوسس كانت رافعه فوق في الميوكس بريك، والبلاط فرنشيس بترفع فوق في الميوكس بريك، يعني عضلات ماشيه تحت الايه؟ مش جوه الكافيتي اوف ذا فارنكس، نو طبعا، لا ماشيه في الايه؟ في تحت الميوكس بريك، يبقى ماشيه انسايد ذا فارنكس وبينزلوا تحت خالص لغايه ما بيوصلوا للثيرويد كارتش اللي هي الغضروف الكبيره تحت الحنجره، وبيمسكوا كلهم في البوستيريو كورنر اوف ثيرويد كارتش. ده الاوريجن وده الانسيرشن. دي رسمه الكتاب عندكم، الرسمه الثانيه شوفوها بقى لما تاخدوا البرزنتيشن. الرسمه الحقيقيه دي الدايجرام. يبقى ده الاوريجن والانسيرشن بتاع العضلات دي. العضلات دي قلنا ليها كومن اكشن ان كلهم ماشيين تحت الميكوزا بتاعت الفارس. فمين يشتغلوا؟ هم طبعا هيشتغلوا على الثيرويد كارتج، طبعا هيرفعوه فوق اثناء الدجنفيش، لكن كمان بيشدوا على الفارس، يشدوا على الفارس يرفعوه فوق علشان ريليتيفلي البونس اوف فود تنزل لتحت. اوكي، هو ده الاوريجن والانسرشن والاكشن. النيرف سبلاي طبعا بتاعت العضلات ديت كلها، الكونستريكتورز والعضلات دي كلها زي ما قلنا هي الفارنجيال بلكسس. يعني ايه الفارنجيال بلكسس؟ يعني الفارنجيال برانش اوف فيجاس وجواه الكرينيال اكسسوار، ما عدا واحده مش بتاخد منها اللي هي مين؟ اللي هي الستايلو فارنجيس مصر. ستايلو فارنجيس بتاخد من التاسع من الجلوسو فارنجيال نيرف، وده له سبب في الهيمريولوجي. اشمعنى هي اللي شذت كده؟ في سبب لشذوذها. في عضله بقى اللي هي الانفيرو كونستريكتور اوف ذا فارنكس، بتاخد من الفارنجيال بلكسس زي اخواتها، لكن ان اديشن بتاخد كمان من الريتريت ومن الاكسترنال فارنجيال برانش اوف فيجاس. يعني مش من الفارنجيال برانش بس، لا ده من الريكارنت ومن الاكسترنال فارنجيال برانش اوف فيجاس. ده النيرف سبلاي بتاعهم. يبقى كده خلصنا العضلات. يفضل بقى عندنا حاجه اسمها الجابس اوف ذا فارنكس. الجابس اوف ذا فارنكس بتبقى عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان ده فارنكس اهو هنا، والعضلات محوطه فارنكس كده،
بنقول العضلات دي لو بصينا من جنب الفارس كده مش بتعمل كومبليت كوت، يعني مش مغطيه الجنب بتاع الفارس تماما، ازاي؟ يعني كده ادي الفارس هنا كده كده زي دي كده. خلاص؟ السوبيرو كونستريكتور اعلى حاجه واستطلاعات التريجوين هاميلس، مش كده؟ التريجوين هاميلس ده هنا، يبقى اعلى حاجه واستطلاعات السوبيرو كونستريكتور هنا، هنا بقى وتيجي لفه كده. خلاص؟ طبعا الحته اللي فوق دي الحته اللي فوق دي، الحته اللي فوق دي اللي هي منطقه الفرينج وبازيا وفاشيا ما فيهاش سوبيريور كونستريكتور. يبقى دي بيسموها السوبيريور جاب. بعد كده السوبيريور كونستريكتور اهي ودي الميدل كونستريكتور. واضح هنا ان في جاب هنا الجاب بين السوبيريور وبين الميدل دي اسمها الميدل جاب. بعد كده في واضح هنا ان في منطقه ده الثايرويد كارتج اهو هنا مش باين قوي لكن في منطقه دي المنطقه ديت المنطقه دي بين الميدل وبين الانفيرو كونستريكتور دي اسمها الانفيرو جاب يبقى في سوبيرو جاب وميدل جاب وانفيرو جاب خلاص على المول والفارس ايه هي الجابس ديت الجابس هي مناطق مش متحوطه في السوبيرو كونستريكتور خلاص الجابس امال ايه على طول الاقي الانر فايبرس كوت الانر فايبر هنا الفرنج وبدا فشا هنا لو خبطت هنا كده الانر فايبرس كوت على طول وهنا برضه الانر فايبرس كوت لكن مفيش كونستريكتورز في الجابس دي يهمنا في كمان دي حاجه اسمها الفورث جاب الفورث جاب اللي هي حته صغيره هنا تحت الانفيرو كونستريكتور بينها وبين التراكيه بقى بينها وبين اللي ما تحت هذا اللي هو الفيزوفيكس والتراكيه فالمنطقه هنا صغيره هنا كده يبقى اذا هم ثلاثه جابس كبار وفي كمان واحده بيسموها الفورث جاب يهمنا قوي ايه الحاجات اللي بتعدي في الجابس دي؟ ايه اللي بيعدي في الجابس ديت؟ اللي بيعدي في الجابس حاجات عايزه تخش جوه الفارنكس جوه الفارنكس خلاص يس جوه الفارنكس مش بمعنى ان هي هتخش جواه يعني جوه الكافيتي نو وانما يخشوا يخترقوا الانر فايبرز كوت من تحت الميوكاس كوت تحت الميوكاس كويس مين الحاجات ديت اللي هي بتخترقها دي مسار اسئله في الامتحان لازم تعرفوا كل جاب من دول بيعدي فيها ايه فالسوبيرو جاب فوق خالص كده بيمشي فيها ايه بيمشي دي فوق خالص خالص عند الفيس اوف سكال هنا كده في عندنا سمعنا على قلنا انبوبه الانبوبه دي بتبقى جايه من البيتروس من هنا وخارجه في البيتروس من هنا وبعدين فاتحه في الوجه فاتحه اللي هي اسمها الاوستيكيان تيوب الاوستيكيان تيوب لازم تخترق الفارنكس هنا لانها بتفتح في التهويل بتاعنا فالاوبن بتاعتها يعني بيبقى في التهويل فالاوستيكيان تيوب بتخترق السوبيريور كامل وبعدين في عضلتين سمعنا عليهم جايين من البيز اوف سكال من فوق من هنا وعايزين يمسكوا في البالت جوه هنا ازاي اذا كانوا هم جايين من هنا ازاي يمسكوا هنا جوه خلاص دول الليفيتور بلاطاي والتنس بلاطاي بوث ارايز فروم ذا مش عارف من الاندر سيرفس والبيتراس والسيرتيوب والسكافويد فوسا والحاجات دي كلهم جايين من هنا وعايزين يمسكوا في البلد من هنا فبيعملوا ايه؟ بيخترقوا السوبيرو جاب الى جانب هذا ان في ارتري من الارترز اللي بتغذي البلد الارتري ده جاي من الفيشيال ارتري والفيشيال ارتري ده بره هنا بره على الفارنكس من بره شوفوا في الدرون برايم فالفيشا طافي هنا بس فالفيشا طافي له برانش اسمه السيدني بالاتاين ارتري السيدني بالاتاين ارتري رايح من الارتريز بتغذى الفلك عشان يوصل للفلك بيخترق السوبيريو يبقى اذا ايه اللي بيخترق السوبيريو جاب اربع حاجات تحفظوا الحاجات دي كويس لان هو ده بقى مصدر او يعني مكان اسئله في الامتحان ايه الحاجات اللي بتخترق السوبيريو جاب عرفناهم خلاص الاوستيكيال تيوب او الاوديتور تيوب يعني والفيتو بالاتاين والتنسو بالاتاين والاسندنج بالاتاين ارتر نيجي بعد كده للميدل جاب الميدل جاب كنا سمعنا كلمه ميدل جاب دي قبل كده لما جينا اتكلمنا عن جلوسو فارنجيا وعرفنا ان جلوسو فارنجيا نيرف كان ماشي هنا ما بين الميدل جاب وبين كده الميدل جاب هنا وبيمشي تحت الميوكوزا بتاعت الفارنكس وبعدين بعد كده تحت الميوكوزا تحت الهايو جلوسس مصر بقى ويخش اللسان كان عندنا رسمه حلوه وشفنا النص فرنجيال ده قبل كده معاه عضلات اللي هي الستايلو فرنجيال اللي هي ملازماه على طول دي ماشيه معاه على طول بس يبقى الستايلو فرنجيال مصر عند النص فرنجيال نيرف هم الستراكشرز كبيرز الايه الميدل جاب نيجي للانفيرو جاب الانفيرو جاب الانفيرو جاب بين الميدل وبين الانفيرو المنطقه دي فهنشوفها في الصوره دي هنشوفها في الصورة دي عندنا هنا الفارنكس الكاروتيد شيز والكاروتيد دول والحاجات دي كلها ماشية على لونه في الفارنكس الفارنكس موجود
طيب فين الميدل كونستريكتور اوف ذا فاريكس وفين الانفيرور كونستريكتور؟ الانفيرور كونستريكتور ده طبعا الثايرويد باكج اللي هو ده وبين الكريتويد اللي هو ده. يعني الميدل كونستريكتور الانفيرور كونستريكتور قصدي ده طبعا من هنا كده طبعا من هنا ومن هنا كده. ده دي مين؟ ده دي الانفيرور كونستريكتور خلاص؟ طب والميدل كونستريكتور؟ كانت واخده اورج منين؟ كانت واخده اورج من السايلو هايويد ليجمنت اللي فوق ومن الهايويد هون دي اللي لسه في النص خلاص؟ فا يبقى اذا الميدل كونستريكتور كانت فوق والانفيرور كونستريكتور كان مكانها هنا ادي الرسمه هنا بقى دي الانفيرور كونستريكتور بتاعي دي جايه من الثايرويد كارتج وجايه من الكريتويد كارتج هنا دي الانفيرور كونستريكتور وادي الهايويد بون اهي كده هنا الستايلو هايويد دي كانت هنا كان هنا والميدل كونستريكتور اوف ذا فاريكس كانت حته منها هي بس قاطعينها هنا عشان يبينوا الهاي بروسس اللي وراها فدي دي ميدل كونستريكتور اوف ذا فاريكس وهنا دي الانفيريور كونستريكتور اوف ذا فاريكس بس هنا في ممبرين اسمه ثايرو هايويد ممبرين فين بقى الانفيريور جاب؟ الانفيريور جاب في الحته دي هنا ورا الثايرو هايويد ممبرين على طول هنا الانفيريور جاب الانفيرور جاب بيبقى ماشي عليها ايه؟ الانفيرور جاب ماشي على الانفيرور جاب هنا ورا الصاير هايول من دي ماشي عليها ايه كده؟ هو مش بيخترقوها بس بيمشوا عليها هنا الاثنين دول الاثنين اللي هم بيخترقوا الصاير هايول من دي واحنا عرفنا قبل كده مين اللي وات ار ذا ستراكشرز ذات بيرس الصاير هايول من دي عرفنا الكلام ده قبل كده لما جينا اتكلمنا وعرفنا ان هم الانترنال لارنجيال نيرف ها زائد اقري اللي اسمه سوبيريور لارنجيال اقري ده السوبيريور لارنجيال اقري اللي هو جاي من السوبيريور ثايرويد وده الانترنال لارنجيال نيرف اللي جاي من السوبيريور لارنجيال اللي هو جاي من الفينس يبقى الاثنين ستراكشرز دول بيمشوا على الانفيرو جاب وبعدين بعد كده بيخترقوا الثايرويد منها يبقى اذا وات ار ذا ستراكشرز مش هتقول بيرسنج هنا بقى هتقول ريليتد الانفيرو جاب هنقول عندنا السوبيريور لارنجيال اقري والانترنال لارنجيال نيرف اللي هما الحاجتين اللي بيخترقوا الثايرويد اخر حاجه بقى اللي هي الفورث جاب اللي تحت الانفيرور كونستريكتور كمان هنا كده تحت كده بين الفارنكس وبين الاسوفنكس ودي اللارنكس وهنا التراكيه ففي نيرف عندنا بيخش اللارنكس عن طريق كده من تحت الانفيرور كونستريكتور هنا وهيخترق برضه الانر فايبرز فوق ويخش على جوه ده مين؟ ده الريكارنت لارنجيال نيرف ومعاه ارتري اللي هو سمعتوا عليه لما جيتوا درست السبليفيا والانفيرو ثايرويد والحاجات دي وعرفتوا برانشات الانفيرو ثايرويد الافري كان من ضمن برانشات الانفيرو ثايرويد الافري كان في حاجه اسمها انفيرو لارنجيال يعني في سوبيرو لارنجيال وفي انفيرو لارنجيال السوبيرو لارنجيال اهو السوبيرو لارنجيال اهو جاي منين؟ جاي من السوبيرو ثايرويد والانفيرو لارنجيال بيجي من الانفيرو ثايرويد الافري بتاع يعني كانه اللارنجيال ارترز بتشارك الثايرويد جلاند السوبيرو ثايرويد يدي سوبيرو لارنجيال والانفيرو ثايرويد يدي انفيريو لارنجيال واضح هما دول التو ارترز الكبار اللي بيغذوا الحجر سوبيرو لارنجيال ارتري وانفيرو لارنجيال ارتري وهما برضه سوبيرو ثايرويد والانفيرو ثايرويد دول اللي بيغذوا الثايرويد يس يبقى اذا عندنا كده خلصنا الجابس عرفنا الجاب السوبيرو جاب كان بيعدي فيها ايه بيخترقها ايه بيخترقها الفيترو تيوب والفيترو بتمسك باراتاي والاسنج باراتاي ارتري وعرفنا الميدل جاب بيخترقها النصف فرنجيال نيرف دخلناها قبل كده ومعاها ابرز هي الستايلو فرنجيال مصل الانفيرو جاب بيعدي عليها الحاجات اللي بتخترق الثايرو هايويد ممبرين ايه هم الحاجات دي اللي هم الانترنال لارنجيال نيرف والسوبيرو لارنجيال الانفيرو جاب او سوري الفورث جاب يعني هم بيسموها زي هم بيسموهم كده السوبيرو والميدل والانفيرو وبعدين الفورث هي حاجه صغيره قوي الفورث جاب بيعدي فيها الريكارنت لارنجيال نيرف ومعاه ارتري اللي هو الانفيرو لارنجيال هو دي الجابس وكده يبقى خلصنا الماسلز اوف ذا فيرنكس يفضل عندنا في الفارنكس بقى احنا خدنا كده احنا قلنا ان الفارنكس خدنا الحصه اللي فاتت قلنا مكون من اربع كوتس مش كده؟ اول كوت كانت من جوه خالص اول كوت اللي هي الميوكاس كوت اللي هي دي كانت الميكوزا الميكوزا بصوت ميكوزا مش كده؟ وبعدين في عندنا اثنين فايبرس كوت وفي ماسكرا كوت احنا خدنا دي اللي هي الباكو فرنجيه وخدنا دي اللي هي لينا فايبرس كوت اللي هو الجزء الاعلى منه
منها اسمه فرينج بازيلار كونفشن. وخدنا دلوقتي الماسكولار فوق يبقى عندنا الاميون كاسكود الميكوزا اوف ذا فاريكس او بمعنى اصح الانسايد اوف ذا فاريكس يعني الكافيتي عم بصوا من جوه بقى ويتفرج عليه من الفقره نمره 2 لو كانت مكسوره او لو كانت
كانت الفقره مقصوره يعمل ايه الدكتور؟ لازم بيخش ويثبتها، يثبتها مسامير او بشريحه او يعني اي طريقه، فلازم يثبتها. بيوصل لها ازاي؟ طريقه الوصول لاثنين وثلاثه بالذات، اثنين وثلاثه من البق، من البق ازاي؟ بيفتح العين، بيفتح بقه كده طبعا جوه العمليه، وبيخش هو جوه الفارنس ويخرم البوستيرير وول اوف ذا فارنس، يبقى هيلاقي وراه على طول البودز بتاعت ايه؟ بتاعت سي 2 3 كده، هيثبتها وبعد كده يخيط الفارنس تاني. اوكي؟ يبقى اذا يعني شوف هخش هنا كده كده. اوكي، يبقى دي حدود الاورو فارنس من فوق الاليفيتد سوفت بلد، من ورا سي 2 3، من قدام الاورو فارنجيال ديستاس، من تحت يبقى في الاليفيتد سوفت بلد. اللارينجو فارنس سوري في الابر اوبر كلوز. بعد كده اللارينجو فارنس، اللارينجو فارنس بيكون من ورا اوبوزيت ايه؟ اوبوزيت الفيرتبري لغايه 6 بقى. يعني هنا كان سي 2 3 او 5 و6. خلاص ليه؟ لان اخر الفارنس عند الليفل اوف سي 6. ومن فوق في مستوى الابر بورد اوف الابيجلوتس، ومن قدام بيبقى في الباك اوف ذا لارينكس. الحنجره نفسها يعني هو الفارنس بيبقى كده والحنجره قدامه هنا. فاللارينج الفارنس قدامه الحنجره. اوكي؟ يبقى دي الباوندرز بقى. طب الفيتشرز بقى. الفيتشرز اول حاجه هنشوف فيتشرز في النيزو فارنس. دي النوز اهي، والمنطقه دي النيزو فارنس. الحاجه دي النيزو فارنس. خلاص؟ النيزو فارنس ايه الفيتشرز اللي فيه؟ اول حاجه فيه اوبن باين قوي، وهتشوفها في الجثه خالص واضحه جدا، حاجه كبيره. دي اوبن اوف ذا اوستيكيان تيوب. اوستيكيان تيوب او اوديتوري تيوب. دي بتبقى على بعد حوالي سنتي ورا الحاجه اسمها الانفيرو كونكال. في النوز كده الحاجه دي اسمها الانفيرو كونكال. فهي وراها على طول. ورا في كوكا هنا على طول، هي في كوكا مقصوره بس هي هتبقى هنا كده، هم كاسرين هنا بس في كوكا، فالفي كوكا هتبقى هنا كده تيجي سنتي ورا الفي كوكا تلاقي اوبن بتاعت الاوبستيكيال تيوب. الاوبستيكيال تيوب هي انبوبه بتوصل بين الميدل اير وبين النيزو فارس تو ايكوالايز البريشر جوه الميدل اير اون ذا سايدز اوف ذا درام. خلي الكلام ده لما نيجي للاير، بس المهم هنا دي اوبننج اوف ذا اوستيكال. ورا وفوق الاوبننج اوف ذا اوستيكال تيوب في انفيشن هو اللي انتم شايفينه ده. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ اسمه تيوبال انفيشن. تيوبال انفيشن. التيوبال انفيشن ده يعني ميكوزا مرفوعه. مرفوعه بايه ديت؟ ها؟ ميكوزا هنا مرفوعه بايه؟ ها؟ مش بالاوستيكال تيوب بقى، لا ده الاوستيكال تيوب جايه كده. لكن في حاجه ثانيه زقه هنا بقى. هنا كده فوقيها هي نفسها الانبوبه فاتحه في الميوكس ميمبرين كده وليها اوبن جاي. خلاص؟ فوق بقى هنا فوق الاوستيكال تيوب ووراها في حاجه زقه الميوكس ميمبرين، الحاجه ديت ليمف نود او ليمفويد فوليكلز، قصدي اقول ليمفويد فوليكلز موجوده هنا هو فوق وورا الايه الاوستيكال تيوب. دي بيسموها تيوبال تونسل. تيوبال هم الليمفويد تيشوز اللي في المنطقه كلها بيسموها تونسلز كده، ف دي اسمها تيوبال تونسلز. تيوبال تونسلز هي سبب الايه؟ الاليفيشن. اوكي، عندنا قلنا انه لو ده الميوكس ميمبرين اهو كده، وادي الانبوبه اهي الاوستيكال تيوب اهي وهي فتحتها، وفي سويلنج هنا اللي هو التيوبال تونسل. من الانبوبه نفسها في عضله بتاخد اورجن وتنزل لتحت تحت الميوكس ميمبرين اللي هي قلنا اسمها ايه؟ اسمها سالبينجو فارنجيا، اسمها سالبينجو فارنجيا. السالبينجو فارنجيا في صوت هنا؟ السالبينجو فارنجيا بتاخد اوبننج من الاوستيكال تيوب هنا قبل الاوبننج بتاعتها على طول، وبتنزل كده فبتبقى رافعه فوق في الميوكس ميمبرين. الفوق دوت اهو، الفوق دوت لو جينا بصينا فيه الصوره الكبيره الفولد دوت ده اهو، ده الفولد. خلاص؟ ادي الانبوبه اهي، وادي في عندنا كده على الهزله هي تفتح مع ثلاثة فرنشيز بعد كده، بس اهي يعني الفولد ده. شوف ده الميزو فارنس اهو، ادي الاوبننج اهي، والتيوبال اليفيشن سبب البولسز هنا، لكن في فولد نازله اللي هي دي. خلاص؟ يس. يبقى دي اسمها ايه؟ سالبينجو فارنجيال فولد. الفولد دي بتبقى نازله كده اهي من الانبوبه نفسها. فيبقى اذا عندنا دلوقتي ايه الاوبننج؟ ايه الفيتشرز قصدي اقول؟ ان في الميزو فارنس نمره واحد في ايه؟ في اوبننج ذا اوستيكال تيوب. فوقيها وراها كده في تيوبال انفيشن كوز باي ذا تيوبال تونسل. بعد كده في سالبينجو فارنجيال
ورا التيومر اليفيشن ده بيبقى في حته واطيه اللي هي المنطقه ديت دي حته واطيه كده ده اللي بيسموه فارنجيال ريسس. فارنجيال ريسس هو طبيعي اللي بين دي عاليه هنا اللي وراها واطي فده اسمه فارنجيال ريسس. تحت الميوكس ممبرين هنا بقى بتاع الروفو فانيسو فانس تحت الميوكس ممبرين بيبقى في هنا ليمفويد فانس هنا والليمفويد فانس دول رافعين الميوكوزا كده زي ما انتم شايفين رافعين كده بيبقى في ميوكوزا مرفوعه هنا كده ده خلاص دي حاجه اسمها الادينويدز او الميزوفارنجيال كونسنت خلاص اللي هي اللحميه اللي هي لو كبرت قوي كده كبرت قوي هنا كده بتوبستراكت الاير اللي لاقي خلاص فدي بتتعمل برضه عمليه مع النيوز يبقى اذا عندنا يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ميزوفارنجيال كونسنت او ادينويدز ودي بتبقى موجوده في العيال الصغيره مع سن البيوبرتي بيبتدي ان هي تكبر قوي ما بتبقاش موجوده في الكبار يبقى اذا وات ار ذا فيتشرز في الميزو عرفنا الباوندرز بتاعت الميزو فاركس حدوده ايه وبعدين الفيتشرز نيجي بعد كده عندنا الاورو فاركس الاورو فاركس الاورو فاركس اللي هو المنطقه دي زي ما قلت المنطقه دي عرفنا حدوده من هنا البلات الجثه اللي فوق ومن هنا البيت صوت البلد ومن هنا الابر بوردر بتاعت الجلوتس ومن هنا هو يبقى البودز بتاعت الماتين وثلاثه سبايكل ايه الفيتشر المهم قوي في شايفين ده الميزو فارنس اهو كان في حاجات اللي قلنا عليها ايه الفيتشر اللي المهم اللي هو البلاطان خالص دي البلاطان خالص البلاطان خالص طبعا دي اللي بنشوفها احنا لما نفتح جوجل هي موجوده في الفارنس البلاطان خالص بتبقى موجوده في الترينجولار ديبريشن اسمه تونسيلر فوس تونسيلا فوس التونسيلا وات ار ذا باوندرز اوف تونسيلا فوس من قدام بيكون ايه ده؟ الفلات الفرنجية ومن ورا ده ايه ده؟ ده الفلات الفرنجية ده السلبينج الفرنجية ده حاجة تانية ده السلبينج الفرنجية لكن ده فلات الفرنجية فوق وده فلات النص فوق خلاص؟ يس يبقى ده جاي كده وده جاي كده ومن فوق من هنا في الفلات ومن تحت جمزه مرتبطه يبقى دي المنطقه دي المنطقه دي هي اسمها ايه؟ التونسيل نرفوس والتونسيل موجوده فيها تحت الميوكس مبرين طبعا نفسيه من الميوكس مبرين احنا بصين من هنا كده فده كله ماكس الميوكس وده فوق وده فوق في الميوكس التونسيل لو جينا بصينا لها ليها ميديال سيرفيس وليها لاترال سيرفيس الميديال سيرفيس بتاع التونسيل اهو ده اللي هو باصص هنا اللاترال سيرفيس باصص على بره كويس يس فالميديا سيرفيس ايه الفيتشر اللي فيه الفيتشرز اللي فيه اللي فيه كريكتس كريكتس حفر واكبر واحده فيه بتبقى الفوقانيه اسمها كريكتا ماجنا وفي حفر كده عليه خلاص ده اهميته كلينيكالي ايه؟ اهميته كلينيكالي ان لما بيحصل باص بيحصل التهاب في اللوزن وبيبقى في مده المده دي بتبقى فوليكولار يعني ايه الدكتور بيشوفها ازاي؟ بيشوف عليا نقط كده نقط بيضه كده او نقط صفراء على مش غشاء اصفر ايه النقط دي؟ هي مش نقط ده هي ماليه الحفر يعني هي في حفر على التونسل هنا فانا لما شايف الحفره بقى شايفها كدوريه لكن هي ليها عمق فاهمين ازاي؟ فعشان كده التهاب اللوزه بيسموه اكيوت فوليكولار تونسر يعني هيئه فوليكلز يعني هيئه كور كده فيبقى اذا الميديال سيرفيس اوف ذا تونسر بيتميز من جود فيكس عنه. طب اللاترال سيرفيس بقى اللاترال سيرفيس هي نايمه على ايه؟ التونسر موجوده في الاورو فارنس مش كده؟ وده اهو كده ده الفانس فين الاورو فارنس؟ الاورو فارنس هنا صح؟ يعني هي نايمه هنا طب نايمه على اي مستوى اي كونستريكتور؟ السوبيرو لان السوبيرو في الحته اللي فوق دي جاب دي الفرنج مثلا لكن هنا السوبيرو كونستريكتور يبقى هي نايمه من جوه هنا هي جوه هنا خلاص يبقى هي ريليتد للسوبيرو كونستريكتور ولا لا؟ لكن مفصوله عنها بحاجات لو جينا بصينا في الدايجرام ده يعني كده الدايجرام ده بيقول لو في تونسل اهي دي تونسل وده الميديال سيرفيس هنا الكافيتي اوف ذا فارنكس وادي الكريبتس اهي دي الكريبتس وادي الكريبتا ماجنوم دي الكبيره اللي فوق والاخضر ده الميوكس ميمبرين ده الميوكس ميمبرين وده اهو الميوكس ميمبرين والمنقطه دي الصدر ميوكوز بعد كده دي الانر فايبرس كوت دي الانر فايبرس كوت بعد كده دي ايه بقى؟ دي السوبيريور كونستريكتور اوف ذا فيرس خلاص؟ هي نايمه على السوبيريور كونستريكتور لكن بينهم وبين بعض الصفني كوزا
هي ترو فايبر كبسول بتاعتها هي نفسها ترو فايبر كبسول بتاعتها بعدين في السبلمنت كورس وفي الدينا فايبر ستور وبعدين في السوبر كورس. طب ما بعد السوبر كورس بقى هنا بره على الفالكس من بره من بره في الانترنال كاروت الارتري في المستوى ده يعني على الفالكس من بره في المستوى ده في المستوى ده يعني ايه يعني اللوزه هنا ايه اللي موجود في الحته دي على الفالكس من بره في المنطقه اللي فيها اللوزه فاهمين ازاي يس في ايه في ده الانترنال كاروت الارتري اهو ده الانترنال كاروت الاكسترنال يبقى قدام شويه لكن على مستواها الانترنال كاروت ده الفيشيال ارتري ده التوكسيلر برانش اوف فيشيال اللي هو الارتري الاساسي اللي لازم يكون ده الاسندنج باراتاي ارتري اللي طالع فوق عشان يخترق السكيرو جاي ده اسمه باراتونسيلر فين ده بيبقى معمول من شويه فينز كده خارجه وبتخترق السكيرو سيكتور تاني باراتونسيلر فين اللي دي الفرنشيال كومبلكس اوكي يبقى يسمي دي ريليشنز بتاعت البولس دي ريليشنز بتاعت اللاترال سيرفيس وده شكل ميديال سيرفيس اوكي هنا طبعا ما ننساش ان في عندنا حاجه اسمها فالديرز رينج فالديرز رينج فالدير رينج دي ايه؟ دي دوريه من الليمفوي تيشو دوريه من التونسلز من الليمفوي تيشو في ايه؟ لو هنا قلنا ان ده المثال على المثال من ورا هنا كده في ده ايه؟ ده دي لينجوال تونسلز اللينجوال وفوق هنا كده يعني لو انت باصص صوره زي كده مثلا صوره زي كده اللينجوال تونسلز دي موجوده هنا اللسان هنا طبعا كده فاللينجوال تونسلز موجوده هنا وفوق هنا خالص كان في ايه؟ الميزو فارنجيال تونسل اللي هي الاتينويدز وبعدين تحتيها كان هنا في ايه؟ التيوبال تونسل وبعدين الكبيره بتاعتهم دي الباراتون فدول عاملين دايره دايره ازاي؟ لان ده جاست سيكشن لكن اللسان هنا كده فاللينجوال تونسلز دول موجودين هنا الباراتاين على الجناب مع الجناب والتيوبال على الجناب مع الجناب وبعدين الادينونزي بتبقى هنا كده الانترسكشن ده يبقى الادينونز هنا واللينجوال كونسلز هنا وعلى الجناب في دي ودي هنا والناحيه الثانيه زي دول فبنقدر نتصورها يعني زي كده زي كده انه ادي هم دول اللينجوال كونسلز دول الميزوفارينجيال كونسل اللي هي الادينونز دول التيومر كونسلز ودول الباراتون كونسلز المنظر ده بيشوفه الدكتور بتاع الفروزر وهو بيفحص الزور بيشوف فالديرز فين دي لا عباره عن تجمعات من الليمفويد تيشو على هيئه دايره اوكي يبقى ده الكونسل يفضل اخر حاجه عندنا بقى اللي هو اللارينجو فارنكس اللارينجو فارنكس اللارينجو فارنكس اللي هو ورا اللارينكس هنا بس مش كامل اللارينجو فارنكس اللي هو اللي وراه اللارينجو فارنكس اللي هو تقريبا كولابس يعني تقريبا بيبقى ما فيهوش نوم ها اما الاكل بينزل ازاي؟ الاكل بينزل هو بيفتحه زي ما قلنا يعني الاكل البورس اللي هي اللي بتفتح الفارنكس بالاكشن بتاع العضلات لكن الحاجه المهمه خالص في حاجه مهمه جدا في اللارينجو فارنكس ايه الحاجه ديت؟ خلي بالنا كويس خلي بالنا كويس بنقول احنا قلنا اثناء الشرح في الكونستريكتورز يعني قلنا ان في عضله اسمها انفيريور كونستريكتور وقلنا ان الانفيريور كونستريكتور دي الاوريجن بتاعها من هنا ها؟ من بعدها سايرو فارنجيس بارت وكريب فارنجيس بارت السايرو فارنجيس من الحنجره والكريب فارنجيس يعني قلنا كلام ده مش كده؟ طيب لو دي الحنجره لو اي دي دي تمثل الغضاريف بتاعت الحنجره دي الحنجره اوكي؟ لو دي حنجره الفارنكس دي ازاي؟ الفارنكس قلنا ان هو ورا النوز ورا الماوث ورا الحنجره خلاص طب دي الحنجره هو فين؟ هل هو هنا كده وراها كده يعني؟ هو كده الحنجره اهي دي الفارنكس وراها كده؟ نو هو الفارنكس فين؟ ده ماسك فين؟ ماسك فين؟ هو وراها بس مش وراها كده لا وراها خلاص كده يعني ايه؟ يعني هو الانفيريور كونستريكتور دي ماسكه كده ماسكه في السيرون كارتج وفي الكريبورد كارتج مش ار لارنجيال كارتج كده اوكي يعني في الكونستريكتور ماشيه كده ماسكه كده طب والاوزوفيجاس فين؟ الاوزوفيجاس تحت هنا لا دي اللارنكس ودي التراكيه اهي دي اللارنكس ودي التراكيه وده الفارنكس وبعدين في الاوزوفيجاس
مش كده؟ مش كده؟ طيب الاوزوفيوس موجود هنا. طب الفارنكس؟ الفارنكس ايه السكينه؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الفارنكس واسع مش كده؟ لا ده كده مسك كده. طب والاوزوفيوس جاي ازاي؟ الاوزوفيوس الثانيه الاوزوفيوس كده. طب مش هتفتح كده؟ حد كده شويه؟ لا مش هتفتح بالحوض وبالمصموره. الحوض يبقى واسع كده وبعدين نازل بقى مصورة ليا مش كده؟ يس هو الوضع كده اه ان اللارنكس كده والفارنكس جاي كده وبعدين بعد كده الاوزوفيجاس جاي هنا. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول خلي بالنا بقى حاجه مهمه قوي 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 ان في فصه هنا مش هو يمسك كده ففي فصه هنا يعني الاكل هو نازل من الميه وهي نازله نازله من فوق كده 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 وتنزل في دي كده وبعدين تنزل هنا كده وتنزل كده زي في الحوض تنزل كده وبعدين تروح جايه وتجمعها وتشغل المصوره خلاص؟ ففي فصه الفصه دي موجوده الناحيه دي والناحيه دي على جانبين مدخل الحنجره المدخل بتاع الحنجره ده اسمه ايه بالظبط؟ مدخل الحنجره ما حاجه انا اعرفه بتاع الحنجره لكن وده الفارس كده في فصه هنا لو كنا كده ما كانش بقى في فصه صح؟ كانت في الميه نازله كده والهواء نازل كده وخلاص لكن تحت كده ففي هنا فصه وهنا فصه طبعا عايزين نتخيلها دي كده نتخيلها كده ازاي؟ برغم ان احنا لسه ما خدناش الحنجره بصوا هنتخيلها ازاي؟ هنفتح كده مره كده هنفتح فارس كده ونفتح زي كده كده وكده صح؟ يبقى انا لما افتح بقى كده كده هشوف الحنجره في وشي ولا لا؟ دي الحنجره كل دي الحنجره خلاص؟ طيب انت دلوقتي جيت عملت ازاي؟ الفارس كان كده وجيت فتحت من ورا وفتحت زي كده كده وكده اهو ده الفارس فين فين كونستريكتور ده فارس؟ دي دي امال ايه دي؟ لا دي السايبر كارتج بتاع الحنجره يعني دي تبع الحنجره الحنجره كل ده الحنجره كل ده المدخل بتاع الحنجره دي تركيبات الحنجره بقى وحضارات بس المهم ان دي حنجره اهي كده ده السايبر كارتج بتاعها بس من ورا مرسوم من ورا ودي في الكروستيكتور ماسكه فيه يعني السيوال كارتج كده هي في الكروستيكتور ماسكه فيه ده وانت فاكر كده خلاص فين بقى الفصه اللي بنعميها؟ الفصه اللي بنعميها ازاي؟ انت مش فاهم؟ المنظر من ورا المنظر كان كده واحنا فتحنا من ورا وعاملين كده الفصه هنا هنا دي اسمها اسم كبير قوي اسمها البايريفورم فصه بايريفورم فصه which is very very important clinically especially in children الاطفال الصغيرين خلاص ايه اهميه البايريفورم فصه دي اهميه البايريفورم فصه هنا ان هي موجوده على جناب الحنجره على طول خلاص على جناب الحنجره هنا دي الحنجره اهي وده مدخل الحنجره هتخش الحنجره ودي على جناب الحنجره هنا فممكن انه لو في حاجه جت وقفت هنا حلقه فيها شوكه شويه بتاع وانت بتاكل كده وراحت جايه وانت بتاكل الاكل بينزل ازاي؟ الاكل بينزل هنا طب لو حاجه كده مشوكه شويه وراحت واقفه هنا شوكه كده ولا بذره ولا بتاع ولا حاجه ولا حاجه الياف كده راحت واقفه هنا فاهم ازاي؟ ما نزلتش كده لا راحت واقفه هنا طبعا ده بينشيتس كاف ريفلكس اول ما حاجه تلزق هنا على طول واحده الكح غصب عنه ريفلكس عشان يطرح الحاجه دي لما انا اكح في ثلاث احتمالات اول احتمال ان الحاجه دي اللي لزقت دي طبعا مفروض الكحه وتطلع بره خالص تطلع من البق ثاني احتمال ان هي تطلع من هنا كده كحه وتروح واقعه يبقى نزلت في الجهاز الهضمي لكن الاحتمال الثاني بقى هو الخطير ان هي ايه؟ ان هي تطلع من هنا كده وتروح واقعه خلاص؟ يس طب امتى يحصل الاحتمال الثالث دوت؟ ممكن يحصل لاي حد لكن يعني بيحصل اكتر في الاطفال الصغيرين ليه؟ لان الطفل الصغير اولا احتماليه ان هو فيه فورين بودي يتلزق يتحشر اكتر خلاص؟ ليه اكتر ليه؟ لان الطفل صغير فجنب الارض فهو جنب احنا مش جنب الارض فهو جنب الارض عمال ياخد حاجات من الارض يحطها في بقه بالذات اللي بيشوفك انت بتحطها في بقك فهو بيحطها زيك هو بيقلد ايه اشهر حاجه اللب قشر اللب قشر اللب لما تيجي تاكل اللب كده وبتاخده وتروح لميه فهو شايف ان الحاجه دي بتتحط في البوق وبعدين بتترمي فهو عايز يقلد فبيعمل ايه؟ لاقي قشر اللب في الارض انت القشر بعيد عنك هو عارف ان ده وساخ لكن هو مش عارف
فبياخد القشر الدب من الارض بياكل. خلاص؟ لو قشر الدب بالذات بعد ما كان ممكن بيبقى فيه شرشره كده فممكن يتعشر. اي حاجه ممكن تتعشر اه، لكن يعني دي مشهوره. فلو اتعشر هنا كده والطفل ابتدى يكح وبتاع وابتدوا يضربوه على ظهره كده عشان يساعدوه ان هو ينزل بتاع دي فبيعيط. العياط هنا بقى ده في منتهى الخطوره هنا. ليه؟ لان العياط ايه؟ فورسد اكسبيراتوري اكس. يعني ايه في اثناء العياط انت بتعمل ايه؟ بتعمل اكسبيريشن. مش كده؟ العياط والكلام الكلام والعياط والحاجات كلها اه اكسبيراتوري اكس. يعني انت بتعمل اكسبيريشن. طيب وبعد الاكسبيريشن غصبا عنك هتعمل ايه اسمها؟ غصبا عنك هتعمل ايه؟ فلما يحصل اكسبيريشن بيتخلق نيجاتيف بريشر يشفط حاجه فبص تلاقيه كده وانا عامل كده كده دي بيتخلق نيجاتيف بريشر جوه المنطقه ناقص 6 ناقص 6 دي بتشفط حاجه ممكن في البيفورم فصه وبتدخلها جوه المنطقه. طب يعني المفروض يعني المفروض الدرجه تفتح يعني مش على الدرجه؟ لا المفروض التصرف الصح.